بعث رئيس الوزراء أيضا مع وزير الاتصالات عمرو طلعت المشروعات التي تنفذها الوزارة والتي تعتمد على محاور عدة، منها ما يتعلق ببناء الإنسان وأخرى تتعلق بالتحول الرقمي، فضلا عن المشروعات التي تستهدف تعظيم قدرات الدولة. أشار الوزير عمرو طلعت إلى مبادرة بناء مصر الرقمية ومشروعات بناء الإنسان، لا سيما مشروع المدرسة المصرية للاتصالات التقنية التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وتطرق الوزير إلى مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منها ضمت 7 مراكز على مستوى الجمهورية.